بسم الله الرحمن الرحيم. أولا من هذه المنابر تقريبا اللي تمثل مدينة السمارة اللي كانت انتموا لها كاملين، كنظن أننا حقيقة نشكركم بعد على حضوركم وعلى مواكبتكم وعلى دعمكم المعنوي. نتمنى إن شاء الله نكون عند حسن الظن، وكنظن عنها قداش تستحق اكثر، لانه حقيقه مفرطين فيها نحن ومفرطين فيها اهلها بالخصوص. نتمنى عن جميع الفعاليات ولا منتخبي مدينه السماره، نتمنى على انهم يلتفتوا لهذه الطاقات الشابه الى جينا نشوفوا بانه مكونات او مسيري من السماره اللي كيسيروا الان منظومه ديال كره القدم على مستوى الصحراء، ولا كذلك السيد عادل الحنفي على مستوى الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، والسيد ابراهيم على مستوى جامعة عصبه كره السله. ناكد لكم على انه كاينه طاقات خاصه للناس دير ليد في ليد، وتبعد عندك الحساسات الخاصه اللي ميدال على الشيء، والاكيد عن المستقبل ان شاء الله في القريب اللي يعود مثمر لنا كاملين ان شاء الله، كيف قلت لكم الى درنا ليد في ليد. يمكن ان نقول انها من احسن ما يوجد على مستوى المملكه المغربيه. نحن المشكل عندنا نحن الان اظن عن الجميع خاصو ينكب على واحد برنامج عمل اللي يكون هادف باش هاي المنظومه ديال كره القدم جهه العيون ان شاء الله تقبض الطريق ديالها الصحيحه وتدور العجله وفق الضوابط والقوانين الجاري بها العمل داخل الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. واملنا كبير على اساس انه هي السلطات المحليه والمجالس المنتخبه وجميع الفعاليات اللي انخرطت معنا واللي ايدت هذه المبادره خاصنا نبينوا لها حسن النوايا والعمل الجاد البناء اللي ممكن ان شاء الله من خلال هذه 4 سنوات من ولايه مكتب المدير الجديد ان نعطوا نتيجه اللي ان شاء الله نفرحوا بها اولا الاجيال اللي جايه ونفرحوا بها كذلك ابنائنا ان شاء الله على المستوى القادم يرضى الله. شكرا جزيلا. راك شفتوا انتم راكم طلعتوا على على مجريات الجامع العام. حقيقه انا نشكر الثقه اللي وضعوا في الاخوه برلمان كره القدم جهه العيون الساقيه الحمراء، ما نقدر نقول لك الاجماع لانه الاجماع ما يمكن يحصل في اي مجال كما كان نوعه، ولكن كنظن على ان الاغلبيه المطلقه الحمد لله ساندت هذا المشروع، ونتمنوا على ان نكون عند حسن ظنهم ان شاء الله ونحقق لهم المبتغيات اللي هم يتمنوها في انطلاقه ديال كره القدم على مستوى الجهه في واحد الافاق مستقبليه اللي نقدروا نحن نلحقوا بها العالميه ان شاء الله. لماذا كل شيء ممكن نعدل شيء الحمد لله. احنا ملعب العوده عندنا خاصنا هذا الكنز خاصنا نحاولوا نحافظوا عليه. كاين ملعب الحبيب حبوها واللي الجامعه ان شاء الله مقبله على اساس ان نعطوها مشروع ديال التعشيب ديالو. كاين ملاعب القرب اللي الجماعه الحضريه مشكوره اشتغلت عليهم. انا اللي كنعاتب حقيقه هو المجلس الاقليمي اللي ما كيساير الركب لحد الساعه، لا دعم رياضي للانديه ولا دعم بنيه تحتيه. هذا ماشي كنتاخذوا، ولكن الرساله نوجهها له خاصو يكون فاعل على مستوى دعم منظومه الرياضيه بصفه عامه، ما نقول لنا الكره بصفه عامه لمدينه سمارة ان شاء الله. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.